السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سيداتي أنساتي سادتي مخداتي وسادتي أما بعد، مرحبا بكم. حلقة جديدة طبعا باختصار، اليوم بنسوي مدينة جديدة. شو سالفة المدينة الجديدة؟ هي الصناعية الجديدة مالنا، بتكون الصناعية كنت أفكر أحطيها هني، أحس أحلى مكان كصناعية بيدخلون تو هاي ويز. زين، وعندنا قطار. قطار ترى شيء مهم، وايد مهم طبعا، من هذا مدخل اساسي. انتوا طلبتوا مني ما اقطع شيء، مع اني كنت بقطع هالاجزاء كلها اسويها بروحي، قلتوا لي اللعبه ما تتقطع، وفي حد قال لي لا لازم تقطع، انا بلتزم ان انتوا تعالوا شوفوا كل شيء شو قاعد يستوي معاي، عشان ما تقولون خليلي غشنا وما يراوينا شو قاعد يسوي، خلوا تشوفون كل شيء. ليش؟ هذا انا ولا مره لاحظت انه يبالي 25,000، انتو تعرفون هالشي؟ انا اول مره انتبه انه يبالي 25,000، ليش محتاج 25,000 حق مقاطع؟ السيارة قاعد تختفي. وات السيارة قاعد تختفي يا جماعة. التقاطع هذا عيب الوحيد كبير بزيادة، بس في الوضع الطبيعي يعني ولا في الظروف هذه حتى قطع ترى يسوي نوايد. انا ليش احب استعمله؟ لان صراحة مفيد، والله لولا انه مفيد ما كنت استعملته وايد بالطريقة هاي اللي انا قاعد استعمل التقاطع هذا، لانه يوفر علي تعب وعناء يعني تقاطع صراحة رقم واحد. تقاطع حلو سهل، سيارات تروح عليه وهي مرتاحة وما له هنالك يعني، واقدر امد فيه وايد مدن اساسية، وفي العادة ما احطي وسط المدينة يعني، انا هذا احطي بس حق شوارع عامة فقط يعني. انا عندي اشارة خليهم يمشون اسرع، شوارع مسيدة كلهم وين يبوا يصيرون هاي؟ كلهم يبوا يلفون المدينة ولا شو؟ اوكي عدلنا شارع استوى سيده، ما بيتزحمون ترى، يخفون على اذا انحناءات قويه نفس هاي يخفونهم شوي، تعرفون امان الطريق وما الى هنالك بعض الامور. انزين، قررت اسوي مدينه ماء وكهرباء. طبعا هني بس خلونا اراويكم شوي شغلات. هني نحن شو قلنا؟ بخليه شوي فاضي حاليا، مشروع اساس ان نكمل الماي والكهرباء، لان الماي والكهرباء اذا نباهم يصيروا ويانا فترة طويلة، ولا بالأحرى يعيشوا ويانا فترة طويلة، وما نبى الناس تتشكى وما إلى هنالك. محتاجين نسوي شركات تجارية هني، وابا هني يكون عندنا بيوت طول الطريق. طبعا وصلنا نحن 42,000 قلنا، اوه صح قلتوا لي عن الضريبة، في حد قال عن الضريبة؟ الصناعية يهاجرون يتشكون وحالتهم لله. ايه صح، تاكس از تو هاي، فخلنا بني على البادجتنج بانل اللي هو بنسويه 9 11%. 11% على فكره انا كنت امشي في المواسم الماضيه بدون اي مشكله، بس اذا بعدنا نواجه مشاكل في ال 11% بعدني بخفه، بس المواسم الماضيه تحت 12% كان لهالسبب كان في مشاكل، مش 11% كانت معلومتي غلط، بس 11% من خبرتي انا مع المدن 11% ما يضرون. انزين، الحين عندنا الماي والكهرباء هنا، بس هاي بتحولون مناطق كبيره، الماي والكهرباء جدا كبيره، فمن الحكمه اني انا اسوي منطقه ماي وكهرباء، لو ان هنا في موارد. شوف ترى الوضع راح يتقسم، هنا موارد والصناعيه اللي هنا كلها بدون تلوث بتكون، يعني مواد الغابات ولا بالاحرى ايش يسمونها يا ربي اللي هي الثروات هنا. نحن عندنا هنا غابات، اوكي هنا عندنا معادن بنمتد لها في المستقبل، بس هني ابى اسوي صناعه غابات بالاحرى. خليها اسوي، شو رايكم خلني ابني اوكي، وبخبركم انا شو قصدي في كل هذا، لان الحين اذا عندنا نحن شارع رئيسي، حلو ركزوا معي، شارع رئيسي اللي هو هذا اللي راح يكلفنا 10,000 وراح يخسر ربع ميزانيتي حاليا. انزين شارع رئيسي بقيمه 10,000 دولار، حلو بيكون عندنا مدخل هاي واي هني على الاغرب، على الاغرب بف طخ طخ طيخ على الزاويه، فلهالسبب ابى اسوي شارع قاطعي
ان المدخل الهاي واي والمخرج انا ما اباه نفسه هناك. شفتوا كيف سويناه بمدينة ادم؟ مدينة ادم شوفوا كيف التقاطع، والتقاطع هذا انا ابيبه هني على المدينة في المستقبل، نمد له جسر من هني، نمد له ولا هو بالاحرى قلتوا لي كورنيش لازم بحر صح؟ ترى هذا بحر هني ولا نهار، هذا البحر تشوفونه هنا بيكون في شبه كورنيش، بيكون عندنا تواصل ما بين مدن، فما بيكون عندنا مشاكل فعليا. انا هذا مضايقني لحظه، اذا حد يبي ياخذ تير خليه ياخذ راحته ما عندي مشاكل. انزين اساسا هني هنا هذا المكان انزين راح يكون عندنا اللي هو دائره الماء. طبعا انا ما بخطط المكان كامل لان المكان ضخم جدا. هني دائره الماء، اما دائره الكهرباء بتكون انا ابى بس منطقه صناعيه مش بهالضخامه يعني ترى. اوكي بنسوي هالمنطقه الباقيه صناعيه ما عندي مشكله، لان الحين الكهرباء تنتج عنا تلوث والماي نحن لو نبعدها عن منو التلوث، فالكهرباء راح يكون في الكهرباء راح تكون في هذا المكان متقاطع في شارع داخلي. زين ممكن اوصله في الشارع العام من هني، يكون عنده مداخل ومخارج متعدده بس مش على مش هني دايركت، لان هني دايركت راح يسوي لنا مشكل زياده. زين الحين على اساس اني اوصل هالثنين بسوي نفس الحركه الاوليه، تذكرون الحركه الاوليه صح؟ اني بلنا هاي واي بو ثلاث شوارع ولا بو شارعين ما يفرق وايد ترى. زين نسويه بالطريقه هاي ونمد خط لين خلنا لحظه هني، وبنعدل هذا لين هني، نسوي خط شوي سيده في حال ان في اي زحمه في الشارع انها ما تتكون، في اذا تكونت زحمه هني يكون عندي مجال كبير، مجال كبير قبل الزحمه تستوي. هاي مش مجرد تلعب فكره مويه كهرباء يعني، اوكي بيكون عندنا قطار وهذا ومتشعب، بس القطارات ما عادة في شوارع خارجيه لان المدن معظمها ما راح توصل في بعض، اوكي راح تكون مدن منفصله. بس خلينا نوقف اللعبه شوي. زين نشيل هذا. زين او سوري زين نشيل هذا من هني نيبه في هذا المكان. شوف كيف المكان عود، ترى التلوث راح يكون بعيد عن وين؟ عن الماي هذا. اوكي الماي هذا والمنطقة هي راح تمد ماء لمنو؟ للمدن كلها. فمن الحكمة والمدينة هاي الحين ما بنكبرها دايركت، نحن بنكبرها بعدين شوي. هو اصلا عندنا شوي نقص في الماي، مش النقص الخرافي بس يفضل انه نحن ناخذ من هالزاوية، لان هالزاوية راح يكون نوصل الماي بالطريقة مربعية اذا صح التعبير. اوكي نوصله بطريقة هاي، هذا توصل ولا لا؟ لازم اشغل اللعبة شوي. اوكي ما بيكون عندهم كهرباء الحين، خليني اشغلها. ودايرة الكهرباء راح تكون هني في الوسط. طبعا يوم يجي عندنا النووي الحين شو بسوي؟ نحن عندنا الاويل باور بلانت اللي بستفيد منه في هالحركة، هالمكان راح يكون قريب منه. لحظة هذا لازم يكون بالعرض صح؟ ما عندي مشكلة. الحين شو يكون؟ انا عندي هذا، هذا كم ينتج؟ 40 ميجا جول، اوكي؟ ميجا وات سوري. وعندنا الثاني الكهرباء تنتج الاويل 120، يعني اضعاف فعليا شو اسمه. ففي المستقبل راح يستوي تبديل شوي خفيف. الحين لاسباب ميزانيه انا ما راح اسوي هالشيء هذا. اوكي؟ not enough money to move things around. اوكي هذا ممكن يكون مشكله بسيطه. انزين على اساس ان نحن نسوي شيء نفس هذا محتاجين كهرباء، بس الكهرباء راح تكون هني. لا خل اوقف اللعبه، احسب لنا ازمه عالميه هذا الحين اذا نقصنا. هذا لانه مسافه نوعا ما قريبه، خلنا نهدم هذا. المسافات البعيدة أنا ما بأسوي حشرة عالمية بعيد عن الهاي واي، بعيد عن محطة الكهرباء. شوفوا زين أبا الكهرباء إن شاء الله توصل، فلوس ما تنقص، كوست 100 إن شاء الله يكفي.
اوكي، وبيكون بالطريقة هاي موصول الكهرباء حاليا. اوكي الحين بيستوي عندنا مرة ثانية، هني كهرباء بيستوي عندنا كل شيء عادي، بس يبالنا بيب ماي من هني لين هني عشان المحطة تكون شغالة بشكل صحيح. انزين، الناس بتي وظايفها ترى على فكرة بيكون درع، وطبعا هني لازم اسوي محطة قطار. هذا المكان راح يكون عبارة عن محطة قطار، مش لنقل الركاب ولكن للبضائع، مثل ما بيت شعب وايد اماكن يمكن اسوي خطين او ثلاثة حاليا، هذه الخطة الحالية. زين، هاي خلينا نسوي لها زون، سميها لحظة، مدينة جدا ضخمة بس عندنا مساحات بتكون ونقدر نمتد في المستقبل، فما لا داعي اني اسوي زوبعة ما لها داعي. انزين، هاي محمد جمال، هاي مدينة محمد جمال للماء والكهرباء. طبعا راح احول هذا من هني لين هني، راح نطلع الصناعيات كلها من هني، بيكون طبعا في الوسط ولا في اماكن بنسويها لإدارة النفايات وبعض الامور الثانية. على ما اذكر كان عندي ويند بور سولار بانل، ولا شو ويند سولار بانل عشان التخليص. المهم مش مشكلة، اوكي، بس هني راح نحتاج شغلات مركزية، يعني في هذا المكان بعيد عن جو الصناعية الثاني. زين، خلنا نغير الشارع لشارعين. اوكي شكرا، ما بيكون في، شوفوا اذا تفرعنا صحيح يمكن نحتاج ابجريد شارع واحد اللي هو هذا، يمكن يحتاج اربع شوارع ما عدا ذلك، يمكن انا جالس اسوي على اساس انه يمكن، ما عدا ذلك ما اظن بنحتاج ابجريد فعلي لانه بيكون شيء بسيط. انزين، خلنا نمد ماي للمنطقه كامل، اوكي، اللي هي مش كامله يعني بس هاي المنطقه، ونعبي الفراغات اللي هني، وبنحط هني خدمة اللي هي جمع القمامة على قولتهم. هي مدينة خدمات أكثر منها مدينة ثانية، لحظة، جمع خدمات. وهني بالذات هني راح نسوي منطقة بسيطة، مش كل حد بيكون ساكن هني، بس أنا بفترض أن في مجموعة نفس الدوامات الطبيعية، يعني دائما يكون في مجموعة من مثلا مهندسين ولا غيره ساكنين قريب الدوام، صح؟ فدائما من المنطقي يكون عندنا شو مجموعة بيوت سكنية، وهاي راح تكون على الأغلب بيوت ممكن نموذجية، تكون البيوت النموذجية اللي هي البيوت اللي تستهلك طاقة نظيفة وكذا وغيره، اللي هم راح يدفعون لنا فلوس أقل عشان يعيشون هنا على فكرة. يعني هاي الفعلية ما راح يكون من وراهم مدخول خرافي، لكن ما يصدرون هذاك التلوث، ما يصدرون هاي الامور، هذا يمكن تلوثه يجي قريب منهم، فه احتياطا خلنا نبه هذا الاتجاه. انزين، وبنحطي هني اللي هو نحن نبى شوارع امتدادات هني الحين. انزين، اما هني بالنسبه للثروه، انزين، بنسوي مدخل رئيسي اللي هو مهني للقطار، اللي هو بيكون عباره عن اربع شوارع. بتقول ليش هذا الفيو اني اخترت، انا اخترت هذا الفيو بالذات لانه، شوفوا شو بسوي، لان هذا الحين بيكون، شوف لاصدقائي، هذا بيكون بالطريقه هاي، راح نحط التخطيط على اساس منه، على اساس الثروه اللي عندنا، فحلو ان نشوفه، يعني مش بس اتز نايس، يعني لو فعليا نرمسه من غيره بعد يعني خلاص عرفنا المكان، لكن حاولوا تشوفوا وين انتوا قاعد تخططون، مش غلط. يعني بيكون في شركات على الشارع هناك ما اتوقع، بس ما بيكون المداخل الوحيد اللي هناك اللي نحن سويناها، بيكون في مدخل اكيد من هني، بس مدخل رئيسي. اوكي، ونبى هذا كمدخل يكون شارع رئيسي على فكرة، بس خلنا نرجع لهالشارع، اوكي، ونرصه ونسوي ابجريد لهذا الى هذا الشارع. ليش؟ لان هذا مدخل ومخرج رئيسي. الحين بنبدا نبى ماي هني في المنطقه، طبعا شيء اكيد الماي، الحين بنبدا نحس باستهلاك الماي. شو وضع الكهرباء عندي؟ لان هاي اللي بيستهلكون كهرباء، يبالي كهرباء. انزين،
الحين نبغى نمد ماي قبل أن نوصل خدمات وكهرباء وهالسوالف. أنا بخبركم شو بيستي في مدينة محمد الجمال. هذا التخطيط المبدئي، يعني هذا التخطيط مبدئي. نحن الحين لازم نسوي خريطة على أساس إن هاي اللي بيشتغلون شيء معين في بالنا وقد يفشلون فيه، لكن ما بيفشلون، ما في سبب. لكن مثل ما قلنا يا أصدقائي، ما أعرف محمد جمال شو بيسوي. ف مصيبتنا الحين محمد جمال. قولوا له محمد جمال شو تبي تسوي، بتحصلونه في الكومنت تحت. انزين الحين يبالي 50,000 عشان محطة كهرباء. طبعا انا اقدر اسوي اثرية ولا لون ولا غيره، لكن شو بنسوي؟ المنطقة هاي راح تكون مسكونة بشكل شوي ثقيل هني، وبنحط دكاكين. وطبعا بما ان هذا المكان بكبرى صناعي، انا افضل يكون مجموعة شركات. طبعا ما بحطيهم على الشارع العام، او بشارع العام فاضي شوي. زين بس بحطي هاي الاساس انهم يبنون على هالشارع وما يبنون هناك. اوكي بشوف عقب في المكان هذا انا شو بسوي. زين حطينا الشركات، الشركات بتغنينا عن شوية بيوت. زين ابا شيء ثاني، انا هن ابا الناس يوم تداوم هني شوفوا هالمكان يبون كهرباء. اوكي صح، كهرباء تحت الارض طبعا مثل ما تعرفون. بأي وقت يعني إذا عدلنا على الأرض ترى بنعدل أماكن الكهرباء، ما في عندنا مشاكل في هالناحية. نحن بيبني حد هني بيحصل كهرباء، بيحصل الكهرباء مو مشكلة، لأني حطيته هني في المخطط. أوكي كل حد حصل كهرباء، نايس. انزين بنبني كهرباء حق أي منطقة، حق المنطقة اللي تحت. أنتوا بتحسون المنطقة كبيرة، لكن ترى بيكون فيها مشاريع وايد. على يعني مثل الحينة هذه شوفوا، خلنا نسويها كامل في الوسط. اوكي نسوي لها زوننج هني في الوسط، نشيل منها زون هني، بنسوي لها المنطقة المربع اللي هني كامل. زين طبعا كلكم بتحصلون مدن، بتحصلون شو اسمه، بتحصلون ذاك. زين فما حد يستعيل على رزقه يقول اه وين ارضي وشو اللي باسمي، وكلكم تشوفكم اللي في الكومنت اشوفكم. انا الحين اتعامل مع الوضع على الذاكره. انزين هني هاي الصناعيه ملك منو؟ بكر الجبوري اندستريال. سامحني يا محمد جمال، لكنك انت كنت محتاج لمستثمر اجنبي، جبنا لك مستثمر اجنبي محمد الجبوري، بكر الجبوري انا اسف، هو اللي زين. هذا فورست اندستريز، انتوا انهدموا سووا لنا صناعات غابات، ونبى الناس بتروح بترد الحين شوي شوي ترى. انزين شوف المكان محلى. انزين المدينه قلنا نموذجيه، لكن لحظه بما ان نحن هني نحن نبى شو دي زون. انزين نبى نسوي زون هني ثاني. بتقولون ليش السالفة مليون ألف زون والمدينة اسمها محمد؟ ايه انتوا تدخلون مدينة كبيرة في مناطق لها اسامي لها كذا. فلازم نحطي عندنا بعض الامور. انزين هاي المدينة راح تكون اي تي بيست. شو يعني اي تي بيست؟ ما يصير بتشوفون المدينة الحين. ما صارت اي تي كلاستر بالاضافة الى نو اوفيس سبيشاليزيشن، لان بالمكاتب نحن وما بنحط لهم شيء ثاني، يعني ما بحط لهم شيء ثاني. هذا اي تي كلاستر، وهاي بنسميها اكس 4 للي ما يعرفها، موجود في الكومنت بتحصلونها تحت. سمارت سيتي، مدينة اكس 4 الذكية اللي راح مايرها تتغير، وراح تشوفون فيها ديزاينات جديدة. هاي باختصار الناس اللي ساكنين قريب المنطقة طبعا. بس خلنا نضيف شوي بعض خدمات هنا للمكان هذا، لان الحين مثلا شوفوا المكان فيه فقر خدمات حلو، وفقر الخدمات هذا لازم يكون موصول بمنو؟ مثل ما تعرفون لازم نوصل شوي شوارع بشكل دهليزي عشان نختصر مسافات الشرطة ونختصر بعض المسافات. يعني مثلا لازم يكون في شارع داخلي واحد الماي الكهرباء، ترى هاي انا اعتبرهم دايره واحده الماي والكهرباء. انزين
ويت 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 لحظة يا أنساتي سيداتي أنساتي سادتي. إنزين شو كنت بحط؟ أيوة هذا. إنزين أبغى أحط هذا هنا، شوف كيف غطى المساحة، شوف غطى المساحة ترى عادي إذا ما كنت حاط هني كفشتك. إنزين من هني إذا حطيه هنا على التقاطع، خلنا نحط هنا على التقاطع أخير أحسن. هيك أحسن هيك أحسن. عيني. إنزين هذا مو زين، لك هذا هوايه مودي لا تاذينا. ادري مخبص صح، قلتوا لي في المصري مخبص ابو الدنيا، الحين تشوف في العراقي هي ما عرفت ايه بدايتها اصلا، اعرف اربع كلمات وحافظنها والله لايب فيهم العيد. انزين بي تو بي ريسايكل، هذا عندهم وايد سيارات وبيسوون ريسايكل حق معظم الشغلات اللي عندنا. نبى نحط لهم مستشفى يسد احتياجاتهم، ونبى مش مديكال ديبوت. اول شيء خلنا لحظه، خلنا شنو اقصدنا الشرطه، شرطه كم يبالها اذا بسوي العود؟ لحظه، هذا 10 سيارات، ها 25 سياره ب 60,000 اللي هو لحظه خلنا نسرع اللعبه شوي. اوكي شوفوا الحين مدينا تقريبا خدمات للجميع، بس يبالنا شو اربع سيدات من هني لين هني، لان هاي التقاطعات اللي هي راح تسوي لنا فعليا فرق في تزاحم. ولا تشوفوا الحين استوى شوي اقوى المجال، ونحن بنركز على المنطقة الوسطى. لحظة هذا شو فيه؟ ليش زعلان؟ تو فيو سيرفيسز. انزين بنحط لكم خدمات، انتوا تريوا شوي الصبر، ان الله مع الصابرين يا جماعة الخير. بس خلونا نبغى نزيد المكان شوي، لان هاي منطقة غابات وما فيها حدائق، وافضل شيء يناسبها شيء من ثيم الغابات. خلوني احط حديقه هني، هاي ما راح تكون غابات. اوكي حديقه not enough money، ما عنديش فلوس بقى يعني. تعيني من اين اجيب لك فلوس؟ كأنت بدك ما تنطيني فلوس وانا جبت العيد تو. انزين هاي كانت حلقتنا اليوم بدينة محمد جمال للماء والكهرباء. بس هني ابا لحظة قبل لا اخلص حلقتنا، خلينا نعبي المنطقة الشركات اللي بتسوق لهذا كله. بنحتاج لا لا هذا وايد بيكون اوفر كل هذا، خلينا نحطه بالطريقة هاي. شوفوا هاي اليوم مدينة محمد جمال ان شاء الله. طبعا اللي حصلتوا اسمه هني سووا له تاج. كنا موجودين ان شاء الله تخافون، بنقسم الرسائل بنقسم المدن، المشروع هذا كبير، حلقه واحده ما يكفي، لازم نسوي الحين محطه قطارات، لازم نسوي مترو، لازم نسوي مواصلات، ما سوينا شيء بعد. المكان هذا له خطط مستقبليه ضخمه على اساس ان هذا المكان راح يسند المستعمره اللي نحن شغالين عليها. خلينا نسوي هذا، لان هذا بيكون التالي باذن الله، ان راح نسوي شكل دائري يتوصلون بعض عن طريق الجسور. شوفوا مدخل مدخلين، الثلاثه جاهزات. اوريدي هذا مضايقني من الحلقه الاولى، الحمد لله ضبتك منه. لا تنسوا تدقون لايك شير سبسكرايب على المقاطع هاي كلها، ونشوفكم في حلقه قادمه ان شاء الله على خير، وكون صلحت الشارع بعد. زين فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.